السلام عليكم ورحمة الله. مرة من المرات الشيخ العثيمين كان في الدرس فسأل الطلاب، والشيخ من عادته أصلا أنه يسأل في الدرس، فقال: لو أن رجلا تصدق بدرهم في رمضان وآخر تصدق بدرهم في 10 ذي الحجة، أيهما أفضل؟ فقام أحد الطلاب وقال: الذي تصدق في رمضان. وقام رجل آخر وقال: الذي تصدق في 10 ذي الحجة. فقال الشيخ: تنازع عندنا رجلان، إلى أين نرجع؟ فقال: كما قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول الشيخ: فرجعنا إلى الرسول فوجدناه يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي من 10 ذي الحجة. إذا أفضل أي واحد منهم؟ الذي تصدق في 10 ذي الحجة. قال: طب لو واحد صلى ركعتين في رمضان والثاني في ذي الحجة، الأفضل الذي صلى في ذي الحجة. لو واحد قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، الذي في ذي الحجة. قال: ترى هذا غريب على العوام، لكن ينبغي على الدعاة أن يبينوا هذا للناس.